يتأثر متوسط الراتب الشهري في دول العالم بمجموعة من العوامل الاقتصادية والاجتماعية، من أبرزها قوة الاقتصاد الوطني ومعدل التضخم وسعر الصرف وسوق العمل. ويختلف متوسط الراتب الشهري عند الدول العربية بشكل كبير، فهناك دول عربية لديها رواتب شهرية عالية نظرا لقوة الاقتصاد المحلي واستقطابها للعملة الماهرة. في المقابل تعاني بعض الدول الأخرى من تقلبات كبيرة في مستويات الرواتب ناتجة للتحديات الاقتصادية والظروف المحلية. لذلك قمنا أعزائي المشاهدين في هذا الفيديو بوضع قائمة رتبنا فيها جميع الدول العربية حسب متوسط الراتب الشهري والسنوي لكل دولة حسب موقعي Average Salary Survey. ولكن قبل أن نبدأ في قائمتنا، لا تنسوا أعزائي المشاهدين ترك الإعجاب بالفيديو، وبدون إطالة فلننطلق في قائمتنا. في المركز 22 الصومال، حوالي 64 دولار في الشهر، أي حوالي 36,512 شلن صومالي، وتحتل المركز 160 عالميا، و768 دولار في العام، أي حوالي 438,144 شلن صومالي في السنة. في المركز 21 اليمن، حوالي 133 دولار في الشهر، أي حوالي 33,300 ريال يمني، وتحتل المركز 110 عالميا، و1596 دولار في العام، أي حوالي 399,600 ريال يمني في السنة. في المركز 20 جيبوتي، حوالي 140 دولار في الشهر، أي حوالي 25,000 فرنك جيبوتي، وتحتل المركز 100 عالميا، و1680 دولار في العام، أي حوالي 300,000 فرنك جيبوتي في السنة. في المركز 19 السودان، حوالي 150 دولار في الشهر، أي حوالي 85,597 جنيه سوداني، وتحتل المركز 97 عالميا، و1800 دولار في العام، أي حوالي 1,027,164 جنيه سوداني في السنة. في المركز 18 سوريا، حوالي 160 دولار أمريكي في الشهر، أي حوالي 400,000 ليرة سورية، وتحتل المركز 96 عالميا، و1920 دولار أمريكي في العام، أي حوالي 4,800,000 ليرة سورية في السنة. في المركز 17 تأتي موريتانيا، حوالي 200 دولار أمريكي في شهر، أي حوالي 7,945 أوقية موريتانية، وتحتل المركز 93 عالميا، و2400 دولار في العام، أي حوالي 95,340 أوقية موريتانية في السنة. في المركز 16 تأتي مصر، حوالي 220 دولار أمريكي في شهر، أي حوالي 10,550 جنيه مصري، وتحتل المركز 91 عالميا، و2640 دولار في العام، أي حوالي 126,600 جنيه مصري في السنة. في المركز 15 تأتي لبنان، بحوالي 250 دولار أمريكي في شهر، أي حوالي 22 مليون جنيه لبناني، وتحتل المركز 90 عالميا، و3000 دولار أمريكي في العام، أي حوالي 264 مليون جنيه لبناني في السنة. في المركز 14 تأتي تونس، حوالي 298 دولار أمريكي في شهر، أي حوالي 937 دينار تونسي، وتحتل المركز 88 عالميا، و3576 دولار أمريكي في العام، أي حوالي 11,244 دينار تونسي في السنة. في المركز 13 تأتي ليبيا، بحوالي 304 دولار أمريكي في شهر، أي حوالي 1,483 دينار ليبي، وتحتل المركز 87 عالميا، و3,648 دولار في العام، أي حوالي 17,796 دينار ليبي في السنة. في المركز 12 تأتي الجزائر، بحوالي 310 دولار أمريكي في شهر، أي حوالي 41,694 دينار جزائري، وتحتل المركز 86 عالميا، و3,720 دولار أمريكي في العام، أي حوالي 500,328 دينار جزائري في السنة. عزيزي المشاهد، لقد وصلنا إلى نصف قائمتنا. إذا رأيت الفيديو مفيدا لا تنسى ترك الإعجاب، وأعطنا رأيك في التعليقات حول الموضوع لنستفيد من بعضنا البعض، وبدون إطالة فنواصل قائمتنا. في المركز 11 المغرب، بحوالي 434 دولار أمريكي في شهر، أي حوالي 4,382 درهم مغربي، وتحتل المركز 76 عالميا، و5,208 دولار أمريكي في العام، أي حوالي
52,584 درهم مغربي في السنة. في المركز العاشر العراق بحوالي 546 دولار أمريكي في شهر، أي حوالي 715,464 دينار عراقي، وتحتل المركز 68 عالميا، و 6552 دولار أمريكي في العام، أي حوالي 8,585,568 دينار عراقي في السنة. في المركز التاسع الأردن بحوالي 628 دولار أمريكي في شهر، أي حوالي 445 دينار أردني، وتحتل المركز 61 عالميا، و 7,536 دولار في العام، أي حوالي 5,340 دينار أردني في السنة. في المركز الثامن جزر القمر بحوالي 649 دولار أمريكي في شهر، أي حوالي 300,000 فرنك قمري، وتحتل المركز 59 عالميا، و 7,788 دولار أمريكي في العام، أي حوالي 360,000 فرنك قمري في السنة. سابعا تأتي فلسطين بحوالي 650 دولار أمريكي في شهر، أي حوالي 460 دينار فلسطيني، وتحتل المركز 58 عالميا، و 7,800 دولار أمريكي في العام، أي حوالي 5,520 دينار فلسطيني في السنة. في المركز السادس تأتي البحرين بحوالي 1,724 دولار أمريكي في شهر، أي حوالي 649 دينار بحريني، وتحتل المركز 29 عالميا، و 20,688 دولار أمريكي في العام، أي حوالي 7,788 دينار بحريني في السنة. خامسا تأتي السعودية بحوالي 2,138 دولار في شهر، أي حوالي 8,018 ريال سعودي، وتحتل المركز 26 عالميا، و 25,656 دولار أمريكي في العام، أي حوالي 96,116 ريال سعودي في السنة. رابعا سلطنة عمان حوالي 2,215 دولار في شهر، أي حوالي 882 ريال عماني، وتحتل المركز 25 عالميا، و 26,580 دولار أمريكي في العام، أي حوالي 10,224 ريال عماني في السنة. ثالثا الكويت بحوالي 2,967 دولار أمريكي في شهر، أي حوالي 913 دينار كويتي، وتحتل المركز الرابع عشر عالميا، و 35,604 دولار أمريكي في العام، أي حوالي 10,956 دينار كويتي في السنة. ثانيا الإمارات بحوالي 3,532 دولار أمريكي في شهر، أي ما يقارب 12,972 دينار إماراتي، وتحتل المركز التاسع عالميا، و 42,384 دولار أمريكي في العام، أي حوالي 155,664 دينار إماراتي في السنة. في المركز الأول تأتي قطر بحوالي 4,096 دولار أمريكي في شهر، أي حوالي 14,913 ريال قطري، وتحتل المركز السادس عالميا، و 49,152 دولار أمريكي في العام، أي حوالي 178,956 ريال قطري في السنة. أعزائي المشاهدين، لقد وصلنا إلى نهاية المقطع. إذا أعجبكم محتوى الفيديو وتريدون فيديوهات مماثلة، اضغطوا على أحد الصور التي تظهر لكم في الشاشة، وكالعادة نلتقي في فيديو آخر بحول الله.